سلام، كيما راكم تشوفوا عندنا ايام الاسبوع بالفرنسيه، راح نديروا الحفظ والقراءه والكتابه تاعهم مع تمارين في الاخير. تبعوا معايا، نبداو في اول حاجه الحفظ. يلا بسم الله معايا في التابلو. اي فوالا، كيما راكم تشوفوها وليك هنايا راني درت لكم الايام تاع الاسبوع بالفرنسي. دونك ايام الاسبوع، لي جوغ de la semaine sans les jours ايام de la semaine الاسبوع sans هي شنو هي هاد الايام عندي 1 2 3 4 5 6 7 سبعه ايام dimanche الاحد lundi الاثنين mardi الثلاثاء mercredi الأربعاء jeudi الخميس vendredi الجمعة samedi السبت. الجمعة والسبت هما احنا واش نقولهم نهاية الأسبوع، نقولهم بالدرجة الويكند. دونك بالفرنسي كيف كيف نقولو لو ويكند، ويكند ويكند تكتب هنا بالتري جونيور. هاد الشلطة هادي اللي كتشوفو فيها نسموها تري جونيور، دونك تكتب بها ولا بلا بها في زوج اصحاح. دونك ويكند هي نهايه الاسبوع، الاسبوع هي سمانه نقولوا لها لا سيمين، الايام نقولوا لهم لي جوغ، il y a 7 jours سبع ايام، وعطله الاسبوع واش نقولوا لها نهايه الاسبوع نقول لها ويكند. داكوغ فهمنا، نعاودو دوك نقراهم نحفظوهم حفظو معايا. راح نعاود لكم كل يوم راح نعاودو 3 خطرات، عاودوه معايا او ميم طون. دونك الاحد ديمونش، 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 الاثنين لاندي، 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 ثلاثاء ماردي، 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 الأربعاء ميركردي، 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 الخميس جودي، 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 الجمعة فوندردي، فوندردي، vendredi السبت samedi 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 نهاية الأسبوع weekend weekend weekend. هنعاودهم غير بالفرنسي، يلا هنعاودهم 3 fois ensemble. dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi. نعاود dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi et samedi. نعاود troisième والأخيرة dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi et samedi. voilà نتوما عاودو à chaque fois هكذايا حتى تحفظو. جزء تاني حاجة اللي هي الكتابة والقراءة التحم. فوالا نبدأ باليوم الأول اللي هو الأحد. هذا الأحد، الأحد اللي هو ديمونش. شوفوا هنا كتبته لكم بربع كتابات مختلفة. هاد الزوج سكريبت، هادي مينيسكول سكريبت يعني مشي متلاصق، وهادي ماجسكول سكريبت. داكور تري بيان. وهادي كورسيف، هنايا في الكورسيف متلاصق، هنا راهي كامل مينيسكول، وهنا غير الحرف الاول اللي راهو ماجيسكول وكامل اللي بقاو مينيسكول. دونك نبداو هنايا. شوفوا حنقسموا الكلمه اون سيلاب. السيلاب كيما قلت لكم سبق، قلت لكم بلي السيلاب على حساب يعني النفس اللي نهضروا فيه الكلمه هذه. كيما ديمونش نقول دي مونش، داكور، ماشي دي مونش، نو هنايا نقول وقتاش نقول ديمونش كي نهضر على لي سيلاب اكريت. بصح تبعوا مليح معايا، في التوازيام اني في البريمير ما يعرفوش سيلاب اكريت سيلاب سيلاب اورال، هنايا غير واش كيفاش يقراوها. داكور
دي مانش، دي مانش يعني شتو، خليناها على زوج خطرات. ما دي فهمتوا كيفاش لي سيلاب؟ دونك تلقاو لا فيديو ان شاء الله في لاشين اللي تفهمكم تري بيان لي سيلاب. دونك هنايا راح نديكوبي هذه ديمونش، شوفوا معايا دي مانش، دي مانش، الأ مع موراها أن تقرا أن، أن، مان، مانش، دي مانش، داكوغ؟ سي موراها أش يتقرا شا، ش، الأ كي تكون لي في الأخر تاع الكلمة نعتبرها كشغل سكون، الأ كشغل سكون، ش، دي مانش، داكوغ؟ سكون كشغل. très bien. هنا رانا درناهم دي مانش، شتو راهي كورسيف. وهنايا غير الحرف الاول تاع الكلمه كي نبداو بها الجمله ولا نكتبوا الحرف الاول كيفاش، ماجيسكول كورسيف. هاليك دي مانش، دي مانش. نروح اليوم الثاني. دونك هذه الكتابه تاعو وكيفاش نقراوه، شوفوها مليح مليح وعاودوا نقلوها في اللوحه. ايوا لا نروحوا لليوم الثاني اللي هو الاثنين، لندي. هنايا راح نكتب سكريبت، داكوغ، سكريبت مينيسكول. هاوليك هنايا ماجيسكول، ال ماجيسكول، او ماجيسكول، ان majuscule, D majuscule, I majuscule, lundi. Dans le cas, le cursive minuscule. Ah. L'al y habite directement. Après, U, N, D, D, كشغل A, ça va être la zouj darjat. D, lundi. Voilà. نروح دوك نكتب هذه الحرف الاول الكبير، ها وليك ال، لان دي، فوالا لان دي، داكوغ. نروح لليوم الثالث، ماردي الثلاثاء، كيف كيف نكتبو سكريبت، ها هو مينيسكول، ما غ دي. هنا الإشارة هنا فيه تانيت دو سيلاب، لن دي، لن دي، ماردي مينيسكول سكريبت، ماجيسكول سكريبت، هاوليك ام ا ار دي، ها دي و اي دي، مردي. دوكا كورسيف المتلاصقة مينيسكول، ها نبدا من ام، قلنا عنده ثلاثه رجلين، دوكا ال ا طلع درجه، ال ار نجي هكا ونميل هنا هك، شتو شوفوا معايا اوب مار يطلع زوج دي والاي، مردي. دوكا الحرف الاول نديرو كبير يطلع، قلنا لتخوا حبط حتى لهنا عاود يطلع، الكتابه تاع الحروف تلقاهم فلاشان بوغ لوكازيون، داكا هنايا ا غ دي اي، فوالا هايليك. دوكا ميركودي، هايليك توجور نبداها مينيسكول سكريبت، باردون M E R C merc R D I mercredi 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 trois syllabes. Donc mercredi, on écrit ça majuscule.
ام او ار سي ماجسكول توجور ار او دي اي هايك ميركودي راح نكتبها مينيسكول كورسيف شوفوا ام مير هنا ديزولي راني نكتب على بكم نكتب معوجة هكذا دونك شوفوا ميرك خ ميرك خ دي فوالا هاي ليك راح نكتب لا بروميير لتر ماجيسكول شوفوا ميرك خ دي فوالا مركودي هاوليك الاربعاء راح نروح للخميس اي فوالا هنايا نكمل جودي الخميس جو دي مينيسكول سكريبت جو دي ماجيسكول سكريبت جو دي مينيسكول كورسيف جو دي كورسيف لا بروميير لتر ماجيسكول فوندردي minuscule script majuscule script vendredi vendredi minuscule cursive و هنا لا بروميير لتر راهي majuscule samedi اليوم الاخير اللي هو السبت samedi 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 voilà و هنا الحرف الاخر راهو الاول باردون راهو كبير اي فوالا ونجوزو دوكا للتمارين يلا اي فوالا شوفوا في التمارين راح نعطيكم يعني الاسئله اللي نطرحوها بزاف على ايام الاسبوع شوفوا نعطي لكم السؤال الاول جو كومبليت بار دي ما م يعني اكمل ب عندي هنايا فراغات هذو ايام الاسبوع فراغات في هذه الفراغات نكمل بهذوما لي سيلاب اللي خصوني دونك شوفوا هنا سا عندي دي ما م sa di واش يخصني sa di di ولا sa ma di ولا sa me di باينة دونك عرفتوها me di دونك ندير هنا me فوالا هنا كيف كيف نشوف شكون اللي يخصني مانج دونك يخصني di di mercredi ده ده وين بدلت له لا كارتوش فوالا دي هنايا غدي دونك خصني ما فوالا روحوا للسؤال الثاني اي فوالا هنايا شوفوا انا عطيت لكم زوج اسئله واحد اخرى ممكن نطرحوهم عندي الثاني جونتور لي جور دو لا سيمين يعني شنو يعطيني كلمات وفيهم ايام اسبوع وفيهم اللي ماشي ايام الاسبوع ويقول لي جونتور لي جور دو لا سيمين يعني نحوط على ايام الاسبوع نجي هنا نقرا ماردي دونك ندور عليها هنا لون قمر ماشي وداخله دونك ماشي يوم الايام الاسبوع دونك ما ندورش هنا لندي هايلك هي الاثنين ندور عليها السؤال الثالث اللي يقدر يطيح لي هي يعطيني توجور كلمات يعطيني كلمات ابخي واش يقول لي يقول لي جو باغ لانترو يعني اشطب على الداخل الكلمه الداخله يعطي لي ايام الاسبوع ويعطيني كلمه ما هي ما عندهاش علاقه كيما هنايا باغ اكزومبل لون نشطب على لون وهادو ما نخليهم هكذاك داكوغ اي فوالا هنايا في التمرين هذا قال لي جو غولي نقدروا نمدو كلمات منا سكريبت منا كورسيف ونقولوا اربط جو غولي دونك شوفوا هنا كوريت لكم كيفاش نربطوا ما بين الكورسيف والسكريبت تجينا سهله نحسبوا عدد الحروف في كل كلمه هذه فيها 5 5 5 8 8 5 5 5 دونك هكا تجينا سهله اوتوماتيكمون هذه غير هذه فيها 8 وهذه فيها 8 ميركودي ميركودي فوالا هاي ليك نربطها هنا في هادو الخمسه نشوف الحرف الاول الحرف الثاني هنايا هذه ام
تبدا بالام هاليك ماردي ونتاكد داكوغ غير قلت لكم الطريقه جودي هاليك شبيهتها ولاندي هاليك شبيهتها دونك هكذايا نكملوا كامل الكلمات اللي مدوهم لي ولا الايام دونك فوالا لحقنا لا فان دو لا فيديو ان شاء الله تكون عجبتكم ما تنساوش الجام بارطاجيو او ماكسيموم وخلو لي خلو لي اون كومونتير اذا عجبتكم واش حبيتو نزيد نشرح لكم علي سلام.